بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت صعوبة ذوي احتياج خاصة، لقيت صعوبة علي التعاون الوطني عطاتني الوزارة الوعد الكراء، قالت كذبني وعد الكراء، بغاو يعاونوني هما في المشروع. أولا الحمد لله المجهودات لقينا فيها صعوبة ذوي الاحتياج الخاصة والقدرات الخاصة، لقينا فيها صعوبة في هذه السكينة ديال المكناس. كلاعب سابق مكناسي حقيقي، كنت في البي تي تي يا مثلا الرصاد المكناسي، كنت في البي تي تي، كنت نلعب في الباسكيت دري صغيور. الحمد لله لقيت جهودات صعوبة في الإعاقة، الحمد لله الحمد لله كانوا أصدقاء ديري بحال حسن المنيعي كان باقي في الحياة كان عاوني، سي بلهلال حتى هو كان باقي في الحياة كانوا عاونوني. الحمد لله هاد الشهداء ديالي ماتوا الله يرحمهم والله يرحم الجميع، نطلب لهم الرحمة والمغفرة. بالهلال عطى الكثير لمدينة مكناس، والحمد لله داروا له شي شارع شي زنقة سميتو اللي عطى عبد الحق بالهلال، عطى للسباحة وعطى لكرة اليد وعطى لجميع المشاريع ديال المدينة. الحمد لله الحمد لله عطاو شي واحد الشارع هو كعبد الحق بالهلال، كان متصر في اتحاد شراكي بلاط بازي، خصها تعطى له قيمه وتعطى له شارع لذاك الراجل اللي عطى للمدينه هو ولد روامدين وعطى لمكناس ومكناس عطاه، والله يرحمه ويوسع عليه الرحمات، والله يخلي له بياته، الله يخلي له الزوجه ديالو، هو الله يرحمه ويوسع عليه الرحمات، هي تندعيو لها الله يحمى هذاك الراجل. وبالحق حنا قايمين الجامعة كرة اليد، الجامعة الرئيسة ديال الجامعة تبات بيدو هي كثرت نوط وديت شي شارع بسميت عبد الحق بالهلال، علاش هي تبات بين يد هذاك الراجل. اللعابة ديال كلهم ديال كرة الطائرة تبوا في يد عبد الحق بالهلال، هو الأول رباهم وطلب الحكام وطلب الناس، وبالحق شفت شارع بسميت هذاك الراجل، وبقات فيا الغيره ديال المكناسيين. فينا هما هاد المكناسيين؟ يدوا لنا شارع سميتو عبد الحق بالهلال، والجماعه د مكناس عارفه وسيد العامل عارفه، يدوا لنا شي شارع نسمو الرحمه ديال هذوك الناس، لا عبد الحق بالهلال ولا حسن المنيعي، يدوا لنا شي شوارع نسمو الريحه ديال هذوك الناس الله يرحمهم، قدوا لنا مكناس. اولا نسبه التلقيح تنشكر سيدنا عليات على المواطن وصلوا الجهوده ديالو على التلقيحات، يتلقحوا الناس ويبراو ويتشافوا ويتمنعوا من هذا كوفيد كورونا، والله ينسى سيدنا والله يزيدوا. وبغيتو هبط للمكناس يقدوا لنا ولي مكناس اخر، مكناس بلا سيدنا كيف مكناس. تنطلبوا صاحب الجلالة يقدنا المبادرة التنمية البشرية ويعاون الشباب ويدير فوق المجهود ديالو غادي العدد ديالو، وإن شاء الله احنا انتصرنا الفريق الوطني المغربي وفرحاني كامل في انتصار ديال الفريق الوطني المغربي، هو غادي يجيب لنا المشاريع. وشكرا. تنتنى انا فرحان كذوي احتياج خاصه وقدور خاصه، فرحان سيدنا الزياره ديالو يكون عندنا في مكناس، وفرحانين به بلا بها كيت مكناس، مكناس ديالو بغيتو تلي مكناس اخر بالصاحب الجلاله. كنا كي سيدنا حنا كاينين، وصاحب الجلاله فرحانين نشوفوه، بغينا نتصلوا به، فرحانين العرس النهار الكبير اللي غادي يكون فيه صاحب الجلاله، وربي غادي يحيد علينا هاد كوفيد كورونا، وربي غادي يزيدنا في المشاريع ونزيدو نخدمو الخدمة ديال صاحب الجلالة، ونتمناو له يزيد لهاد الأرض ديالو ديالنا حنا ديال صاحب الجلالة الله ينصرو لينا. أي واحد تيعرف فؤاد الفاطمي تيقعد في المقاتلة تيليب حدا المدرسة فين قرا في الطفولة ديالو، ونتمنى الناس يجي يعاونوا ويساعدوا يدير المشروع ديالو، واللي تا هو بحالو بحال الناس في المشاريع، بغيتهم يجيو يعاونوني ويساعدوني كلهم، لا كبير ركاكنا ولا الاخوان ولا الفنانين ولا المبدعين
ولا اي واحد اللي تعرف فؤاد الفاطمي في المواطن في الوجوه ديال المواطن يجي يعاوني، ونطلب السيد العام يتعاون معايا الله يجازي بخير يعاوني في المشروع. هذاك السيد اللي عطاتني الجامعه قدنيش، عندي تمد نعيش الاسره ديالي. وتحيه للاخوان اللي تعرفني كبير وصغير من المدن من اوروبا من دول اخرى يجي يتعاون معايا حتى انا ندير المسارع ونوض نخدم على راسي ونبقى حاير مقطع تنشوف وحدين عندهم مسارع وانا عندي. وانا نتمنى الناس والمحسنين اللي تحس في قلبه الرحمه يتعاون مع الشخص المعاق يعاونوا في المشروع. وشكرا.